ما حكم تعليق التمائم في السيارة والبيت لحفظ النفس والأهل من الجن؟ هذا شرك. تعليق التمائم يقول صلى الله عليه وسلم: من تعلق تميمة فقد أشرك، لأنه يعتمد عليها في دفع الضرر ودفع العين ودفع الحسد كما يقولون، فهو لا يتوكل على الله، وإنما يتوكل على هذه الخرقة أو هذه الرقعة التي يعلقها. والتوكل عبادة لا يجوز إلا لله سبحانه وتعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من تعلق تميمة فقد أشرك، وفي رواية: من تعلق ودعة فلا ودع الله له، يعني لا تركه في دعة وسكون وعافية. فيجب إزالة هذه الحجب وهذه التمايم التي على الناس أو على السيارات أو على البيوت أو الدكاكين، كل هذا من أنواع الشرك. والمسلم يتوكل على الله ويعتمد على الله، ولا يخاف إلا من الله سبحانه وتعالى، ولا يرجو إلا الله. وهذه التمائم من أمور الجاهلية. نحن مسلمون مؤمنون بالله عز وجل، على الله توكلنا وعليه نتوكل، فلا نستعمل هذه الأشياء وهذه التمائم. النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده خيط، عقد خيط على يده، قال: ما هذه؟ قال: من الحمى، من الواهنة، من الواهنة، يعني أعلقها علشان تمنع الواهنة يعني الحمى عني. قال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، لأنها شرك. هذه أمور شركية، ويجب على من يتعاطاها أن يتوب إلى الله، ويجب على من علم حكمها أن يحذر الناس منها وأن يبلغ الناس عنها، ويجب منعها بتاتا، لا على السيارات ولا على غيرها.